حياكم الله من جديد من مشاهدينا. طبعا رجعنا لكم بموضوع يا سندس، اكيد مهم هالمرة، والموضوع هذا اعتقد يعني لازم احد في العيلة يكون عنده نوع من انواع الرهاب. ايه يا اما يعني مختلف، وطبعا يختلف من شخص الى، بس الرهاب يعني ممكن اللي جرب الرهاب هو اكثر شخص يعرف قديش المعاناة صعبة. وهل تعتقد انه له فترة معينة او عمر معين؟ اتوقع ممكن، انا ما اعرف، انا طبعا متخصصه هي اختصاص، اتوقع انه ممكن ينتشر اكثر عند المراهقين اتوقع، او الاطفال اكثر، لكن طبعا احنا نتوقع، لكن اكيد عندنا ضيفه راح تثري الموضوع اكثر عن الرهاب الاجتماعي، وهو اضطراب ونوع من المخاوف نبي نتعرف عليها اكثر وعلى اعراضها مع ضيفتنا في الاستديو الاستاذه ريم، اخصائيه نفسيه واكلينيكيه وعضوه بمنتدى الوطن السعودي. حياك الله. يا هلا وسهلا، حياك الله، منوره ويسعد مساكي معنا. الله يسلمك. بدايه خلنا ناخذ تعريف موجز عن موضوع الرهاب الاجتماعي، خاصه انه البعض يعني يصنف انه فوبيا، البعض يقول لك مرض نفسي، فخلنا نتكلم اكثر عنه ونعرفه. بسم الله الرحمن الرحيم. الرهاب الاجتماعي يعد أحد اضطرابات القلق، في الآونة الأخيرة في التصنيفات صار يصنف من اضطرابات القلق العام، فهو يعتبر قلق اجتماعي. القلق هذا أو الخوف هذا فقط خاص بالمواقف الاجتماعية، فيكون الشخص عنده خوف فقط من أنه يكون في مواجهة مع الناس أو في بعض المواقف الاجتماعية اللي بيكون فيها حضور كبير، بيكون في أشخاص جدد ما يعرفهم، بيكون أحياناً خوف عام فقط من المناسبات الاجتماعية أو المواقف الاجتماعية، وأحياناً يكون خوف فقط متعلق بالأداء. يعني هو ما عنده مشكلة أنه يكون في مجتمعات أو يخالط ناس غرباء، لكن عنده مشكلة بالأداء. الأداء المقصود فيها أنه ما يقدر يقول كلمة مثلاً، أو ما يقدر يأم بالصلاة، أو ما يقدر يلقي خطبة على سبيل هذه الأمثلة. طيب يعني أستاذ ريم، إيش أسباب الرهاب؟ من وين يجي الرهاب؟ وإيش أكيد طرق علاجه؟ قبل ما أتكلم على الأسباب، إيش رأيك أقول لك أعراضه وأفضل وأقول لك الفئة العمرية اللي بيبدأ فيها الرهاب. الرهاب الاجتماعي طبعاً يصيب الأطفال، ويصيب يعني من سن 13 إلى 15، لكن نادر يصير بعد سن 25 سنة، وبيكون عند النساء أكثر من الرجال. طبيعتهم حساسات. طيب الأسباب أو زي ما قلت لك الأعراض، بيكون في أعراض انفعالية وأعراض سلوكية وأعراض جسدية. الأعراض الانفعالية زي ما أنتوا ذكرتوا في البداية، اللي هو الخوف والتوتر والقلق عند مواجهة المجتمع أو وجوده في مواقف اجتماعية، بيكون متوتر حاس بخوف من المواقف هذه. الأعراض الجسدية بيصير عنده خفقان في القلب بشكل سريع، ضيق بالتنفس، احمرار بالوجه، تلعثم هو يتكلم، كلام عنده يكون متقطع، أحيانا شعور بالدوخة، مثل ما قلت لكم أحيانا يكون عنده بعض الآلام في الجهاز الهضمي. الأعراض السلوكية بيبدأ يتجنب أي حاجة، يعني إحنا نسميه الإعاقة النفسية. مرض الرهاب الاجتماعي يعتبر الإعاقة النفسية، لأنه بيعيق الشخص عن أشياء كثير في حياته، ما بيقدر يطلع مناسبات، ما بيقدر في لو كان في عمله ما راح يقدر مثلا يواجه مسؤولين او يتكلم مع مسؤولين، ما يقدر يحضر اجتماعات الى اخره من هذه المواقف. الاسباب تكون وراثيه غالبا، انه الوراثه لها دور تلعب في هذا الاضطراب، وايضا اسلوب التربيه. في بعض اساليب التنشئه، بعض الاهالي بيكونوا اسلوب التنشئه او اسلوب التربيه قاسي، يعني قاسي. بيحمل الطفل مسؤوليات فوق عمره، وبرضه على النقيض انه يكون عندهم حمايه زايده،
ما يخلوني واجه أحد، هم كل شيء يسوونه يخافون عليه كثير. برضو ممكن يكون سلوك مكتسب، يعني بشوف مثلا أمه بتخاف ما بتواجه الغرباء أو ما بتواجه الناس، بيكون الطفل يكتسب. بس أعراضه عند الصغار تختلف الكبار، أنه يكون الطفل ما يحب يطلع عند ضيوف جدد أو ناس جدد ما قد شافهم، يحب يكون متعلق بأمه ودائما يحس بالخجل وبالخوف. بعض الأسباب النفسية بتكون ترجع للثقة، ثقة الشخص في نفسه. مريض الرهاب مشكلته يخاف من نظرة المجتمع له، كيف يقيموني، عنده تقييم سلبي لنفسه، فمو قادر يثق بنفسه، فدائما يعتقد أن المجتمع ينتقده. مثلا بعض الأساليب اللي عنده ممكن السخرية من شكل بنت كذا، يعني شكلها شعرها مو حلو، أو مثلا عنده تشوه بأسنانها بسيط، فدائما لما تسمع عبارات أنت مو حلوة أنت شعرك كذا، مع الوقت بيتسبب عندها رهاب اجتماعي. جميل، يعني سواء كانت نفسية أو كانت زي ما قلت أنت بوادر جسدية، سواء كان تعرق أو كان خفقان أو تبر، هذه الأشياء كلها خلنا نعرف كيف نقدر نلحق على الحالة ونعالجها ونخليها شوية يعني تتأقلم مع المجتمع وتحقق رقم إيجابي في المجتمع. أوكي، جميل سؤالك. بس زي ما ذكرت قبل شوي، كيف الواحد يعرف أنه عنده الرهاب الاجتماعي؟ الآن افتكرت شغلة، ممكن الشخص بيكون جدا طبيعي وما عنده أي مشكلة في المواقف الاجتماعية، لكن حصل له موقف مثلا تلعثم أو قرأ مثلا قراءة خاطئة أثناء الدراسة أو أثناء الحصة الدراسية، الموقف هذا صار فيه سخرية اللي حواليه من الطلبة، فسبب له شوية يعني ضغط نفسي، فممكن يكون معه الرهاب مستقبلا. برضو في اضطرابات ثانية، لما قلتي لي كيف ممكن هو يتعالج، من مضاعفات الرهاب أن يكون في اضطرابات نفسية مصاحبة، ممكن يكون عنده الاكتئاب، ممكن الشخص يتعاطى الكحول، ممكن الشخص يكون عنده اضطرابات ثانية من الخوف. فلما يكون الشخص عنده التجنب في حياته، تجنب المواقف هذه في حياته، لابد أن يلجأ للعلاج النفسي. عادة العلاج النفسي ما في خطة عامة وموحدة للجميع، حسب كل مريض. العلاج الرهاب بيكون على شقين، العلاج الدوائي معروف من خلال استخدام الأدوية النفسية، والعلاج الغير دوائي باستخدام فنيات العلاج المعرفي السلوكي وبعض العلاجات اللي ممكن تناسب الحالة، لأنه مثل ما قلت لك ما في حالة موحدة، يعني ممكن المريض هذا بستخدم معه تكنيك، المريض الثاني ما بيناسبه هذا التكنيك. صحيح. طيب أستاذة ريم الغامدي، الموضوع جدا مهم وعميق، ممكن يحتاج وقت طويل عشان نشرحه ونفصل فيه أكثر، طبعا الوقت إحنا داهمنا، بس أتوقع أنه وصلتي الفكرة أنه الرهاب الاجتماعي له علاج، له حل، هو اضطراب بسيط، ممكن أنت بحلول بسيطة بإذن الله تتعافى وتتشافى. يعطيك ألف عافية أستاذة ريم. الله يعافيك. شكرا لك. طبعا إحنا مستمرين معكم، لكن يا سندس يعني المواضيع احنا اليوم كثير عندنا، بس في شيء القامات تحبينها ولا؟ طبعا في حد ما يحب القامات؟ في ما احس ولا كلني يحبها يعني. طبعا القامات هذا موضوع باذن الله يعني بيكون اخر موضوع معنا، والحين عندنا توزيعات. تحبين التوزيعات؟ تحبين الهدايا؟ اكيد طبعا. خلاص، في حد ما يحب الهدايا؟ مخرجنا ياكل القامات واحنا نتفرج على التوزيعات طبعا.